ده التطوع. واحد وثلاثين دابا. الضريح ديال سيدي سعيد ولا ماشي جيد؟ على شارع النصر على ام عيشة. ونخرجوا خرجوا نشوفوا السويق هذا المنصور. هادو حريشه ومليوي كتشوف دابا الصباح كيخدموا نوض بكري وجد المسائل ديالو يخدم دير 12 الله يعاون الله يسلم شي يدير حرفه اخرى يدير شي حاجه اخرى عاوتاني جاب لنا واحد 100 درهم الصباح يدبر عليه شي 60 ولا 70 اخرى النهار ديالو الله يجعل البركه. هادي مازال غتزيان هاد البلاصة هادي هو كاين تزيئة دابا على اليمين لا رديتو السينتا تشوفوها ملي غتفتح الطريق لجهة تولال يعني الطريق الأخرى دوبل فوا اللي غتكون دوبل فوا ديال 7023 غادي تولي هضرة أخرى. هادي حتى هي مزيانة كاين هنا زون فيلا هنا كاين فين كاين داك الحمام ديال بالفلجة ولا بوفلجة هو هذا حمام بوفلجة هنايا كاين هنايا دي دويرات اغ بلوس دو دابا خرجنا للطريق اللي جايه من كليات العلوم كليه علوم قانونيه كليه الحقوق هي من مورانا دابا خرجنا لديك الطريق اللي كان اللي جايه من
من سميتو ليها. واحد مورايا ما غنوقف غير هذا ما عندوش هو ديك راه غادي خصني نوقف. من هنا نخرجوا في كاميليا هذه الفاضلية. شي وقيت غنمشي نصور لكم داك المطار ديال مكناس. المطار ديال مجات. البريدية مجات في الحقيقة. غنمشي نصور لكم لحقاش كاين اقتراحات باش زعما هو يكون مطار ديال مكناس. لحقاش هذاك المطار يلا خدم واحد المره كان جا محمد الخامس الله يرحمه ما عاودش خدم وبقى هكاك حتى تخرب حتى باقي البنايات ولكن مخرب. المهم غادي نصور لكم غادي ان شاء الله نشوف شي وقيت ونمشي نصور لكم. اللي يعني الناس اللي تيقولوا باش مثلا هذاك يدار مطار المكناس وراه كاينه الهضره باش غادي ينقلوا المطار العسكري. المطار العسكري راه كاينه واحد الهضره او كانت واحد الهضره ما عرف واش باقا عجات كورونا خربقات بزاف ديال الاوراق. كانت واحد الهضره تيقولوا باش غادي ينقلوا ديك المنطقه العسكريه كلها داك لاباز وداكشي غادي ينقلوها لجهه التمحضيط. علاش ما يدارش هذاك المطار العسكري ولا مطار مدني نتاع مكناس؟ يعني في هذه الحاله غادي يكون مزيان يعني غادي يكون قريب غادي يكون في وسط يعني على بورتي. ما حتى الا دار المطار ديال البريديه ديال مجات وما كانش عن الانسان عنده الترونسبور ديالو راه خصو المركوب وخص فين تسنى الكارت تسنى شكون غيجي يهزك تسنى تما يعني ما غاديش يكون فرق كبير على مطار سايس. هكا كنقرا الامور انا وهذا هذه هضره اقتراحات كنتمناو من الله باش توصل للناس اصحاب القرار. ولكن الأسبقية والأولوية دابا في هذه الساعة هو رخصنا سبيطار رخص مستشفى رخص ذاك مولاي إسماعيل. القبيبات خصو يتقاد خصو يتقاد كامل. إذا هي هذه السويقة ديال المنصور. ها واحد خينا مورايا تعافرني مغاديش يخليني لا كندير مسوان ولا كندير هذا. غادي نحاول نخويلو هنايا باش نحاول نسول في خاطري على الاقل اشفرج البان. والله الا كان شفرج واخا هو خضر بزاف ولكن المهم راه شفرجل. شحال تيبيع الشفرجل؟ كي داير شحال؟ شحال باش تيبيعو؟ شحال الشفرجل؟ 10 دراهم عمو 10 واخا الله يحفظك 10 دراهم. شحال البطاطا ولدي؟ شحال البطاطا؟ بطاطا خلي هذا يدوز. شحال ديك البصيلة الحمراء؟ 80 اخويا 4 دراهم رقيقة. الله عاون بخير لاباس الله يحفظك. حد القريعة حد القريعة حد مورايا الحوت تبارك الله الحوت موجود.
احد مورايا بدا تيدير شارج. سير اخويا سير الاول ما عاونك. اشحال ما طيشه؟ شحال ما طيشه؟ 5 دراهم. مش جيب النخلة هادو دوزو من هنا نخرجو للجريدة. خدامين في هاد العمارات هنا ما كاين حد. هاد العمارة وستاند باي هذوك خدامين فيها الاخرى العمارة الاخرى. زيدي زيدي انتي الاول هربات كاع. شقق ومتاجر للبيع. احسن نقبطها هكا 06 73 19 33. داك السيد عافاك. السلام عليكم. السلام. اخبارك واش يبيعوا ولا مازال؟ والله ما نعرف اللي ضروري ما يكونوش يبيعوا. ما عندك شي نمره نتاع شي واحد؟ ما عنديش اخويا النمره ديالك. عند من نقبطوا النمره؟ موجود هنا تقبطوا النمره. كاين حتى حد هنا؟ الدراري الداخل؟ اه نطلع عندهم؟ اه واخ شكرا. هذا تيران زوين هذا التيران هذا تاع الباسكت. اتو تاكو خدينا النمره ديال هذا السيد هذا اتصلنا به بصح قالك مازال ما طلقوا البيع. مازال يعني مازال قالك حتى يديروا المرطوب الاشغال مازال تقريبا. هو تيقول مازال ما بين 4 شهور و 6 شهور. هذه خلاص على اليسار ما كاين مع من نهضروا. هذه اخ بلس 2 هادوك فيهم ما بين من 90 لفوق، من 90 متر للفوق، ولكن مازال ما حددوا لا ثمن لا والو.
التضامن. الأشغال لما دابا إلا خرجوا هاد الطرقان من هنا غادي تبان هاد البلاصة. هاد البلاصة على اليمين اللي تقدات غادي توضح هاد البلاصة تولي واضحة. هادي خصها تقاد ما خصهاش تبقى هاكا خلا. هادي نسلتو من هنا الله يا إما ويا إما سدوها وقيلو هادي كنا كنخرجو من هنا لصافانا ولا نمشيو حتى للخرى. الساعة ما فيها ما تشاف ما فيها ما يتشاف. عندي هنا قيف وراه مدرقه بهاد الشجره ما باينش. تنسلتو من هنا وخرجوا في صافانا ولكن شويه موسخه. صيدليه التضامن هاد الزئه هادي بدات تتبان. هادي زيد كيريس اللي درنا عليها فلورنس على اليسار روزاليندا على اليمين شارع محمد السادس هو هذا. هذا شارع الإخلاص. تبارك الله عليكم نهاركم سعيد.